المرحوم عزة بيجوفيتش وقف في مؤتمر صحفي وسط عشرات الشهداء من الإيرانيين ذهبوا ضحية لإيصال الأسلحة ومساعدات إلى البوسنة، وسفينة ممتلئة بالأسلحة. إخواننا الأتراك طبعا لم يكونوا حاكمين وقتها، حزب العدالة والتنمية سيطروا على سفينة السلاح هذه، لكن مع ذلك مر الكثير من السلاح ولم يوصل أحدا للبوسنة وهم سنة. وقف عزة بيجوفيتش في مؤتمر صحفي وسط القصف على بلاده وقال لولا هذا الرجل، وكان حد واقف علي أكبر ولايتي وزير الخارجية الإيرانية ذاك، لما كانت البوسنة اليوم ولا نستطيع أن نستمر أو نبقى، لمحيت عن الخارطة. اليوم إيران تبذل من أجل حركة حماس وانتصارها وكل الفدائيين الفلسطينيين، بل أكثر من ذلك، نحن استفتينا الإمام الخميني في النجف للمقاتلة تحت راية ياسر عرفات، قال هذا واجب كالزكاة والخمس والصوم، ادفعوا لهم الأموال وقاتلوا في صفوفهم. عيب والله، عيب في هذا الزمن واحد يتكلم بهذه اللغة الممجوجة، أصبحت سنة وشيعة وأتراك وعرب وكرد، مع أنه كل هذا محترم وكل هذا مقدس عند أصحابه وأهل الاعتقاد فيه، لكننا لدينا فقه المقاومة، الذي يجمعنا بيننا وبين العرب هو فقه المقاومة. مستقبل العلاقة مع الخليج يا أخوان، أنت ما سألت رئيس الوزراء المحترم، سامحني بالأول حل المشكلة مع وثائق اللي كشف عنها لحود أنك أردت نزع سلاح حزب الله، وبعدين نحكي بهذا الموضوع. لو سألت لرديت عليه، أرجوك أنت، أرجوك أنت، لماذا تدخل؟ أنا أجيب ما أريد وأتكلم ما أريد وأنا حر مستقل، فلا تتدخل في شؤوني حتى لا أتدخل في شؤونك. لو سمحت أنا أقرر ماذا أقول وماذا لا أقول، لا أحد يملي على أحد ماذا يقول. حياكم الله مشاهدينا الكرام. دكتور، البحرين قد تكون من أكثر دول المنطقة، منطقة دول مجلس التعاون، التي توجه الاتهامات للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتدخل المستمر في شؤونها الداخلية. وإني دعني أستحضر ما ذكرته وزيرة الإعلام البحرينية السيدة الفاضلة سميرة رجب كما نقلت عنها محطة CNN الأمريكية في أكتوبر. إيران إلى عدم التدخل، دعت إيران إلى عدم التدخل في شؤون البحرين لزعزعة الاستقرار، وهو الأمر الذي مارسته منذ التصويت على عروبة البحرين في فترة السبعينات. محاولاتكم مستمرة لزعزعة أمن البحرين منذ السبعينات مستمرة. لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، في مثل عربي يقول احترنا يا أرعى من وين بدنا نبوسك. أنا كنت عند ملك البحرين مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرئيس محمد خاتمي، وطالب ملك البحرين رئيس جمهوريتنا بالتدخل، وولي العهد أصر على التدخل لصالح المعارضة حتى يشاركوا بالانتخابات. بداية العهد، بداية في العهد الجديد، في فترة خاتمي، لا العهد الجديد في البحرين اللي انتقلت في بداية 2000 إمارة، نعم، من إمارة إلى مملكة. طيب. والإصلاحات التي حصلت. طيب. إنه دعوهم يشاركوا بالانتخابات، أنا أقول احترنا يا أرعى من وين بدنا نبوسك، بدنا ندخل ولا ما ندخل، كانوا يطالبوا بإصرار بالتدخل. فعندما نصحنا كما نصح غيرنا الكثير، وبالمناسبة السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية كما قال أخوتنا اليوم في المعارضة، وكانوا سابقا يشاركون في الحكم في الإصلاح وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان، يطلع السفير البريطاني يدخل السفير الأمريكي، يا أخوان شاركوا في الانتخابات وضروري جدا والإصلاحات. إلى المعارضة تقصد؟ إلى المعارضة بطلب من الملك والحكومة. طيب. يعني هم يستدعون العالم كله ليتدخل عندما يناسبهم هذا الأمر، عندما لا يناسبهم يقولون لا تتدخلوا. فاحترنا يا أرعى من وين بدنا نبوسك، هاي واحد. طيب. اثنين، لجنة بسيوني التي عينها الملك شخصيا وأشرفت عليها المملكة بكل قدراتها الأمنية والسياسية والمعلوماتية والتجسسية والمخابراتية وسميها ما شئت. طيب. أكدت في وثيقة مسندة محكمة قرأها بسيوني أمام الملك أن لا علامة ولا مؤشر ولا دليل ولا سند ولا وثيقة ولا أمر يدل على وجود تدخل خارجي، فضلا عن يكون إيراني في قضية البحرين. جيد.
استشهدت هذه لجنه مسيوني استشهدت بتقرير وقرأ تقريرها امام الملك. استشهدت بتقرير مسيوني كل القاده قبل ان تاتي الوزيره الموقره لتلتحق بالموكب.